وللمزيد معنا عبر الهاتف الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. بعد التحية دكتور، يعني الرئيس السيسي أكد أن مصر ملتزمة بجهود تعميق الشراكة الإفريقية الروسية الاستراتيجية، إلى أي مدى تحمل القيادة السياسية على عاتقها شواغل القارة وتدافع بأساليب كثيرة نحو إيجاد حلول لمشاكلها؟ بداية أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ المشاهدين. وحقيقة يعني يمكن المرة هذه انعقاد القمة في هذه المرة الثانية بالقيادة المصرية الروسية بيدي طابع ذا أهمية بالغة لكافة الدول الأفريقية، خصوصا أنه مش المرة الأولى أو مش الاتجاه الفردي من روسيا أو من أفريقيا لتعميق التعاون، ولكن هو اتجاه يعني يحمل طابع النفع المتبادل وعرض الجانبين الأفريقي من جهة والروسي من جهة في تعميق مشروعات استراتيجية وتعميق وجود صناعات مشتركة ما بين الأطراف المختلفة، وكذلك الحد من التداعيات الدولية للغذاء وارتفاع الأسعار وسلاسل الإمداد إلى آخره من القضايا المحورية اللي تناولتها القمة هذه المرة، وهي تأكيد لقمة 2019 اللي أسس ليها السيد الرئيس مع الجانب الروسي والرئيس الروسي في 2019. يعني أيضا أكد سيادة الرئيس أن القمة تأتي في ظرف دولي دقيق، وطرح أيضا رؤية لطي الأزمات الراهنة، كيف ترى ذلك؟ بكل تأكيد احنا العالم بيشهد مرحلة غير مسبوقة من الاستقطاب، كما تناولت يعني جلسات القمة بالإشارة إلى حالة عدم الاستقرار والتغيرات الجيوسياسية اللي موجودة في العالم وما يتبعها من تداعيات على الأمن الغذائي والأمن العالمي، وعشان كده كان من الضروري يكون موجود الصوت الأفريقي في هذه القمة والمطالبة وإيجاد حلول والدفع بحلول ومقترحات أفريقية للمحاولة في حلول دولية لهذه القضايا، خصوصا أنه إحنا عندنا في الوقت الراهن إلى جانب حالة الاستقطاب وعدم الاستقرار السياسي اللي بيشهده العالم كله، هناك تغيرات لتداعيات المناخ وأثرها على الدول الأفريقية. فإذا إحنا عندنا في الدول الأفريقية أثر مضاعف للأحداث اللي موجودة في العالم، سواء كان من ناحية التغيرات الجيوسياسية أو الاستقطاب الدولي الحاد اللي موجود أو ارتفاع تكلفة تمويل التنمية اللي موجود في عدد كبير من المناطق في العالم، بالإضافة طبعا لتداعيات سلاسل الإمداد الخاصة بالغذاء. فإذا العالم أمام صدمات متتالية ويعني حالة غير مسبوقة، يمكن يعني بشكل كبير بتتشابه مع حالة الحرب العالمية الثانية أو ما قبلها من بضع سنوات. فإذا احنا أمام حالة من الاضطراب العالمي أثرها تكون مضاعفة على الاقتصادات الأفريقية بشكل خاص، وبالتالي كان من المهم حضور السيد الرئيس وحضور ممثلين عن الدول الأفريقية في هذه القمة والمطالبة بوضع حلول عاجلة للأزمات اللي بيمر بها العالم وصياغة أطر للتعاون المشترك ما بين الدول الأفريقية وما بين روسيا وما بين الشركاء الدوليين. بالفعل، وننتظر اليوم مخرجات القمة ونأمل أن تحمل الكثير من الحلول للمشاكل المطروحة. شكرا جزيلا لك الدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي.